3, 2, 1, Q. وضاح بن خيثمة. من القصص التي يستشعر فيها لطف الله هي قصة وضاح بن خيثمة، وهو أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز. يقول وضاح: أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج كل من في السجن، فأخرجتهم جميعا إلا شخصا واحدا، وهو يزيد بن أبي مسلم، بسبب أن بيني وبينه خصومة وعداوة، فأخشى إذا أطلقته أن يسعى في قتلي. ثم خرجت من الشام إلى إفريقيا، تونس حاليا، في محاولة للهرب من يزيد. وبينما أنا في إفريقيا قيل لي أن يزيد قد أقبل، فهربت فأخرج رجالا في طلبي، فقبض علي من رجاله، وأتى إلي يزيد وقال: وضاح؟ قلت: نعم أنا وضاح. فقال يزيد لي: أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك. فقلت: وأنا والله طالما استعذت بالله من شرك. قال يزيد: فوالله ما أعاذك، والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، والله لو سابقني ملك الموت لقبض روحك لسبقته. فأمر يزيد بإحضار السيف. يقول وضاح: فجيء بالسيف فأقعدت وكتفت، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور، فأقيمت الصلاة، فخرج يزيد للصلاة، فلما خر يزيد ساجدا أخذته سيوف الجند فقتل، وجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه وقال: انطلق، وقال: انطلق. عندما تتأمل هذه القصة تجد أن الدعوتين متضادتان ولا يمكن إجابتهما معا، وهنا تستشعر قدرة الله عز وجل وحكمته. فعندما سأل الطرف الأول يزيد: لطالما سألت الله أن يمكنني منك، فمكنه الله عز وجل منه. وعندما سأل الطرف الثاني وضاح: لطالما سألت الله أن يعيذني من شرك، فأعاذه الله عز وجل منه. تأكد أن فرج الله قريب مهما ضاقت بك السبل، والمتوكل على الله لا يخيب، وليس هناك مكان لليأس في قلبه. من الأقوال المطمئنة التي أستشعر بها لطف الله عند أي مصيبة أو بلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تمر علينا ساعات فنتذكر مواقف مؤلمة في حياتنا ونشعر بمرارة تذكرها ونتساءل كيف مرت أصلا، والحقيقة أنها مرت بلطف الله، لطف الله فقط. إن ربي لطيف، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل وحكمته. تعامل بلطف مهما كلفك الأمر، فأنت لا تعلم ما تخفيه صدور العالمين، ولا تعلم كم خاضوا من حروب باردة، وكم فقدوا من عزيز عليهم. ترفق بقلوب لا تراها وبأرواح تكسر ولا تصدر صوتا، لا تدري لعل ابتسامتك وحدها تشجعه على شيء وأنت لا تدركه. مثلما أنت تستحق السلام، هم يستحقون مثلك أيضا. حاش لله أن أقول ادفع فوق طاقتك، ولكن أعطي ما استطعت إليه سبيلا، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن ربي لطيف. هذه كانت جزئية من كتاب إن ربي لطيف، قمنا بتسجيله على تطبيق ستوريتيل. أسعد باستماعكم إليه، كتاب يذكرك بلطف الله عز وجل. يمكنك الاستماع له من الرابط في الوصف، ودمتم في أمان الله.